لميس، واهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. من الاخبار الاقتصاديه ننتقل الى موضوع اقتصادي اخر، مع اعلان رئيس الوزراء عن تطبيق المرحله الثانيه من الكروت الذكيه لامداد السيارات والمركبات بالسولار. هذه المرحله ستشمل 1,000,000 مركبه من المركبات المسجله لدى ادارات المرور المختلفه. زي ما اكد رئيس الوزراء ان مش هيبقى في عدد محدد من، يعني مش هتتاثر الكميه وايضا مش هيتاثر السعر، ولكن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط الأسواق من ظاهرة التهريب اللي للأسف أصبحت ظاهرة بتؤثر بشكل كبير على توفر المنتج. هنتكلم عن هذا الموضوع، ومعنا في هذا الصباح أستاذ عبد الناصر محمد مدير تحرير جريدة الاقتصادية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الناصر، ودعنا في البداية نتابع هذا التقرير قبل أن نبدأ الحوار. في إطار سعي الحكومة للحد من تسرب الوقود إلى السوق السوداء، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء المالية والبترول والتموين تطبيقا عمليا لعملية ميكنة توزيع السولار والبنزين في إحدى محطات الوقود بمنطقة المعادي. كما عقد قنديل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية. المدى الزمني إن شاء الله تنتهي في خلال أيام قليلة موضوع التعبير مع إحكام هذه المنظومة، لكن مع الأسف احنا بنحل في تراكمات طويله جدا، ويعني الحقيقه الخطوات انا بحيي الزملاء على هذه الخطوات الشجاعه اللي بياخدوها، لان هذه الخطوات اللي احنا بناخدها الحكومه بتاخدها اثناء فتره انتقاليه. كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف هدارة قد أعلن الانتهاء من ميكنة أكثر من 50% من محطات الوقود من خلال زرع ماكينات التعامل مع الكروت الذكية. وتوقع هدارة إتمام المرحلة الأولى كاملة من مشروع ميكنة دعم الوقود بميكنة جميع المحطات بحلول أغسطس القادم، كي تبدأ المرحلة الثانية والتي ستمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من الوقود بواسطة الكروت الذكية. وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ عمليات شحن وتفريغ الوقود من المستودعات إلى محطات تموين السيارات إلكترونيا، وربطها بشركات توزيع المنتجات البترولية التابعة للهيئة العامة للبترول. وبعد ما تابعنا التقرير نتوجه بأسئلتنا للأستاذ عبد الناصر محمد مدير تحرير جريدة الاقتصادية. أستاذ عبد الناصر، يعني في ظل الأزمات المتكررة اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة في السولار والبنزين، يعني لكن احنا نتكلم النهاردة عن الكروت الذكية الخاصة بالسولار، هل هذه الكروت الذكية من الممكن أنها تسيطر على عملية التهريب وبالتالي ما نشوفش الأزمات اللي كانت بتحصل في موضوع السولار اللي لسه موجودة لحد دلوقتي؟ هو طبعا الأزمات ما زالت مستمرة وفي حالة تفاقم شديد خلال الفترة الأخيرة، وخير الدليل على ذلك المشاجرات والأعمال العنف اللي بتتم في محطات البنزين نتيجة نقص السولار. وفي أحسن الأحوال الطوابير الطويلة جدا اللي بتمتد، ومش بس بتتوقف على الناس اللي واقفين فيها، لكن كمان يعني بتسحم كل الشارع، كل المنطقة تقريبا. طبعا ده بيأثر، بتصاب حالة المرور بحالة من الشلل التام. فلذلك اتجهت الحكومة، ويمكن يعني للأسف الشديد هو الحكومات المتعاقبة يمكن أكثر من مرة اتجهت لاتخاذ بعض الإجراءات التي تحول دون حدوث أزمة في بالنسبة للوقود وتحديدا السولار والبنزين، على أساس إن ده يمكن يعني في عمليات تهريب بتتم وفي سوق سودة. فهو حاول إن هو يعني المسؤول الحكومي بيحاول بقدر المستطاع إن هو يجد حل لهذه الأزمة خلال الحكومات المتعاقبة. لم تنجح حكومة حتى الآن في حل هذه الأزمة وفشل جميع المحاولات. الكروت الذكية يمكن محاولة يعني يقال إن هي هتوفر بداية 36 مليار جنيه حسب التصريحات الحكومية. طبعا احنا انت عارف حضرتك ان الوقود بشكل عام الدعم الحكومي ليه بيقدر ب 120 مليار جنيه طبقا لميزانيه السنه الماليه الحاليه اللي هي يعني بعد ايام سوف تنتهي، ومن المقدر ان ترتفع هذا الدعم الى 150 مليار جنيه. وكل ده طبعا يعني ايه
متهيألي بيخش جانب كبير منه إلى جيوب أباطرة ومافيا السوق السوداء للبنزين والسولار والوقود بشكل عام. طب آليات عمل الكروت دي في أي إطار، وخصوصا إن كما قيل إنها مش هتأثر لا على السعر ولا على الكمية المستخدمة؟ هو يعني محاولة تحجيم الكميات اللي بيتم تهريبها من تحجيم بس مش إنهاء الظاهرة. لا مش هيبقى إنهاء، ده وجهة نظري برضه. يعني هو الحكومة بتدعي إن من الممكن أن يتم القضاء على هذه الأزمة، وأرى أن وأتفق مع حضرتك تماما أن هذه الأزمة لن تنتهي بهذه الصورة، لأن كمان إحنا عايزين يعني نحط إيدينا على الجرح كما ينبغي. الكمية المتوفرة هي كمية يعني يمكن كمية مش أقل من الاستهلاك. يعني يمكن لا، هي حقيقة بالفعل هي أقل، ولكن أقل ليه؟ يعني إحنا برضو إحنا عندنا حجم إنتاج، يعني إحنا بنصدر البترول الخام وبنستورده كمشتقات، ما برضو دي مسألة يعني طبعا البداية. إحنا من في الأساس لابد إن إحنا نحط دينا يعني على أرض الواقع، إن إحنا يعني كان ممكن قوي نستثمر هذا الأمر ونحصل على المشتقات بالشكل اللي يناسب أو يقضي تماما. يعني على الموضوع أبعد من مجرد كروت، هو موضوع محتاج لقطع أشمل. طبعا في الشك، يعني بالإضافة إن حضرتك يعني إحنا يعني لا شك إن الحلول كانت في الأول وما زالت بسيطة، حل بسيطة جدا، ولكن هو يبدو أن هناك نية متعمدة لدى بعض الجهات الحكومية المتعاقبة وراء بعضها أن يبقى الوضع الفوضوي على هذا الشكل. ليه حضرتك؟ احنا المستودع الرئيسي لو بس يعني قعدنا فيه يعني حد كلفناه كده من العسكريين، سواء بقى يعني ضابط ولا حتى سول ولا اي حاجه، يتابع بس اجراءات عمليه التوزيع للمحطات، وفي المحطات برضو يكون في حد بيستلم الاوردر ده، ما هو ده اللي يمنع حضرتك ويمنع حضرتك تماما ان حد يحصل على سولار ولا حاجه. ده اللي طبق في المرحله الاولى، ده اللي طبق في المرحله الاولى يعني كنت ذكيه اللي بيقولوا انها يعني نجحت بنسبه 100% في ضبط الاداء، وتم توزيع 10,000 كارت ذكي على الشركات الناقله وسيارات نقل الوقود، لكن يعني المواطن مش بيشعر بده. لا ده المرحله الاولى كمان، يعني حتى كان وزير الاستثمار بيتكلم ان هي الوزير بيقول ان ده بالنسبه للتحولات المخزنيه. ايه هي المخزنيه دي؟ التحولات المخزنيه دي هو يوصل زي ما حضرتك بتقول كده، ان هو للشركات وشركات حكوميه، وبالتالي بيبقى فيها الى حد كبير نوع من الانضباط. لكن بالنسبه لمحطات البنزين اللي بتسيطر عليها المافيا البلطجه واعمال العنف اللي هم بيسيطروا على هذه المحطات، اللي هم بيخشوا ياخدوا الجراكن بالقوه ولا يستطيع ولا يجرؤ. وطبعا هو يعني صاحب الموظف في المحطه ان هو مثلا هيخاف على نفسه، هيخاف على المحطه، هيخاف على المنطقه اللي هو موجوده فيها هذه المحطه من اعمال عنف اللي من ممكن ان تستخدم. فهي الحلول البسيطه يعني تبدا من الراس، من المستودع الرئيسي، من ان احنا لما نيجي نوزع بشكل فيه نوع من الضوابط اللي تحكم هذه الأليات. ازاي يعني ممكن ازاي ضبط عمليات اجراميه زي دي؟ لا انا بتكلم هو طبعا اعمال الاجراميه ده ما هيدخلنا في ملف الامن ولا هذه الفوضى الخطيره التي نعاني منها، واللي هي يمكن الى حد كبير سبب رئيسي في حاله الانهيار الشديد للاقتصاد الوطني، هي مساله الفوضى الامنيه التي نعيش فيها في هذه الفتره. الحكومه بتقول انها بتضخ حوالي 20% او 30% زياده عن الاستهلاك الخاص بالوقود في مصر، وان اللي بيضيع هو بيضيع في عمليات التهريب للخارج، وان في دول محيطه بتشتكي في ان الوقود المصري منتشر فيها بشكل كبير. هو طبعا هي يعني دي مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها في الفتره الحاليه، مساله ان زي ما حضرتك بتقول كده ان في بعض الجيران بيحصلوا على السولار بشكل غير رسمي وغير مشروع او عن طريق التهريب. وهنا برضه زي ما بقول لحضرتك، طالما انا ما عنديش النيه لتطبيق ده، فلذلك انا بقول ليه ان المسؤول الحكومي متعمد ان هو يروح السولار الى اهلي وعشيرتي، ليه ما يروحش مثلا يعني لناس انا ارى ان هم دول يعني مننا
علما بان ايه بالبلدي اللي عايزه البيت يحرم على الجامع. طيب امال الكروت الذكيه هتغير ايه في المشهد؟ هو الكروت الذكيه الى حد ما هتعمل ضوابط، ولكنها لم تقضي زي ما حضرتك قلتي في بادئ الامر، لم تقضي على الازمه تمام من وجهه نظرنا. طيب احنا ممكن نلمس ده من المرحله الاولى، يعني تطبيق المرحله الاولى احدث ايه؟ هل يعني عمل فرق بشكل ايجابي؟ لم يقدم شيئا للمواطن. هو حضرتك احنا الازمه الرئيسيه التي نعاني منها هي مساله ان حاله الاقتتال الشديد التي تتم عند المحطات نتيجه النقص الحاد في السولار وفي البنزين وفي مختلف انواع الوقود بشكل عام، لدرجه ان الشركات نفسها بتتوقف. ما الشركات في شركات كتير قوي انخفض حجم الانتاج او القوه التشغيليه لديها تعطلت نتيجه ايه؟ نتيجه ان هي ما عندهاش القدره ان هي تلاقي الزراعات، يعني برضو عدد كبير من او نسبه من المساحه الزراعيه انخفضت نتيجه برضو عدم القدره على ان انا برضو بالظبط ان انا يبقى الماكينات الزراعيه ان يبقى فيها وقود. يعني خليني هنا اسال برضو على نقطه ثانيه، نقطه ان في انتقادات وجهت لموضوع الكروت الذكيه ايضا، ان يعني المواطن بيقول طب ما احنا ايه لازمه الكروت الذكيه اذا مش هنحدد بيها كميه، مش هنحدد بيها سعر، بالتالي احنا عملنا تكلفه زياده على الدوله طبعا بدون داعي، يعني خاصه انها زي ما تقول حضرتك انها مش اكيد انها هتقدر تمسك او تحدد عمليات التهريب اللي بتحصل. طبعا هو حضرتك يعني المساله دي هي مساله انا شايف فيها نوع من الاستهلاك الاعلامي اكثر منها شيء اخر. مساله انها مش انا بعمل كارت ذكي بس مش هحدد لك كميه، واخد بالك؟ يعني انا علشان اضبط الى حد ما احاول يبقى في ضبط للكميات اللي بيتم تسريبها وبيعها في السوق السوداء. مساله غامضه شويه يمكن محتاجه وضوح، بالاضافه لنقطه ثانيه ان معظم قائد السيارات او عدد يعني او نسبه كبيره منهم ليسوا ملاك للسياره اللي هم بيقودوها. فانت عايز صاحب العربيه بقى سواء عنده عربيه ولا اثنين ولا ثلاثه هو بنفسه اللي يحصل، برضه محتاجه نوع من التوضيح. حضرتك في عدد كبير جدا من المواطنين يمكن عندهم نوع من انواع الاميه، يعني في طبعا عدم وعي، في عدم ثقافه، وبالتالي التعامل مع الكارت الذكي ازاي هيتم من هؤلاء المواطنين، وخصوصا ان في اتجاه ان كل التعامل في بطاقه التموين في كل الموضوعات المتعلقه بالدعم تكون بالكروت الذكيه. للاسف الشديد هو كالعاده تركت الحكومه المافيا الدعم للاستفاده بشكل كامل بيه وعدم وصوله الى المستهلك. يعني لو حضرتك ضربت مثلا بالكروت الذكيه بالنسبه للتموين، استطاع البقال التمويني في الوقت الحالي ان هو برضه يمارس العيبه نسبه كبيره من الكميات المخصصه او الحصص المقرره لصاحب البطاقه التموينيه لا يتم الحصول عليها نتيجه هذا التلاعب، وبالتالي هيبقى الامر تقريبا الى حد كبير في تشابه في حاله انعدام الضمير، ودي يمكن ازمه احنا كلنا بنعاني منها في مصر وخصوصا في هذه المرحله التي اعقبت الثوره. طيب اذا كان الموضوع مرتبط بمالك المركبه مش بقائدها، طب لو واحد عنده شركه مثلا فيها اكتر من مركبه بيحصل على كارت واحد ولا الكل سياره؟ لا كل سياره هو بيحصل على كارت. هو بيحصل على كارت، بس انا زي ما بقول لحضرتك هو هي يعني مضطر ان هو يروح لمحطه البنزين علشان هو بنفسه لازم هو بنفسه ده كلام الدكتور هشام قنديل. فشيء مش عملي. لا طبعا مش عملي، ما هو بقول لحضرتك لازم توضيح، يعني هو كان في الاساس علشان برضو ايه، اصل للاسف التصريحات الحكوميه في الفتره اللي بتسبق 30 يونيو طبعا مؤثره طبعا وفيها نوع من الورديه ونوع من الجبليه اللي هو وليست تعبر عن الواقع الحقيقي. ال 30/6 مؤثر بشكل كبير لان كل التصريحات في الكارت الذكي والازمه كانت بتتكلم على ان انت محدد لك 5 لتر فقط يوميا. تراجع عن هذا الموضوع؟ لا هو ايه، هو في يعني تراجع وكمان ايه، يعني تراجع يعني مش صريح. تصريحات اعلاميه يعني مش صريح. ايوه ليه؟ لان برضه هو غصب عنه هيفرضه، هو على ما يبدو يعني هو على يعني هو يقول ايه كل والا تبقى ايه الفايده؟
لا ما هو بقول لحضرتك هو المشكله الرئيسيه ان انت امام ازمه معينه وجيت تقول هو اعلنها اكتر من مره. انا ما اعرفش التراجع ده زي ما بقول انا يمكن زي بقيه الناس بنقول ان لا التصريحات ورديه اليومين دول علشان خاطر 30 سنه. يعني هل تعتقد حضرتك ان ممكن يكون هناك اتجاه لرفع الدعم عن السولار والبنزين وان يكون هناك تحديد للكميات ولكن تم تاجيل هذا الامر لما بعد 30/6؟ هو الـ ممكن يكون الدعم هيجي في الحصة الصغيرة بوجهة نظري اللي هي هتبقى ايه بتعادل 1800 لتر سنويا بالسعر المدعم اللي هو 5 لتر يوميا. ده بالنسبة للسيارة سعة 1600 سي سي. ده كان الكلام اللي هو بتاع يعني اعتقد كان مش بس الوزير السابق، لا ده كمان عبد الله غراب من قبله واعتقد برضه يعني في بدايه تصريحات نظام هشام. اذا تم رفع سعر البنزين او السولار في الفتره القادمه عن طريق يعني تحديد كميات عن طريق الكتله الذكيه، هل ده ممكن يؤثر في سوق السيارات؟ طبعا بلا شك بلا شك ان هيؤدي الى حاله انفلات في الاسعار. لان هو في عدد كبير جدا برضه من المركبات موجوده مركونه في الشوارع. من الممكن ان حد برضه يستغل، لان خد بالك حضرتك ان السعر الحر النهارده هو انت هتشتري بتتعامل بالسعر العالمي. النهارده السولر سي مثلا بما يعادل 5 جنيه في السوق العالميه، يبقى خلاص انت هتشتري اللتر ب 5 جنيه. طب وده علاقته بسوق السيارات؟ لا يعني العلاقة هنا حضرتك ان عدد كبير من اصحاب السيارات هيستفيد ان هو يحصل على هذا الدعم ويبيعه في السوق السوداء، وبالتالي هيبقى ده ينعكس على السيارة نفسها. ان السيارة نفسها يعني في الغالب هيرتفع سعرها لان اصبحت هي بتدر ربح ما ولو بطريق غير مباشر. أيوة. عن طريق السوق السوداء. حتى السيارات القديمة. السيارات القديمة تحديدا. ده اللي بدأ يحصل يعني حتى بالنسبة للبنزين 92 برضه الناس بدأت يعني اصحاب السيارات الفارهة بدأوا يشتروا سيارات مستعملة وسيارات قديمة عشان يحصلوا من خلالها على كارت الدعم. بالظبط. نعم احنا في النهايه بنشكر حضرتك استاذ عبد الناصر محمد مدير تحرير جريده الاقتصاديه على وجودك معنا في هذا الشهر. يعني متشكر جدا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. وايضا مشاهدينا الكرام نشكر لكم حسن المتابعه وغدا باذن الله اللقاء يتجدد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء.